شو ابويا ترجع مصر؟ ايه صار سمع اخبار. فلت فلت ابويا تسلمت عند البنيه. ايه يلا يلا بس يلا روح. يلا البسي لناخذ عند الحكيم. ابو اياد ده كل قديش بتصير معه هاي الحاله؟ يا اخي كل ما يسمع اخبار تعرف هلا الاخبار تعبانه زلازل وحروب. شو بيصير معه بالضبط؟ بهزته شو بعرف. اوف اوف اوف. طيب ام اياد في عندكم حدا بالعائله عنده هيك عوارض؟ لا بالعائله ما فيها؟ يكفى يكفى. روح روح يا بني روح. روح لك روح. عندك بعد عندك؟